بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وأدائها القسم، أكد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أن المرحلة الجديدة عنوانها الإصلاح والتطوير. كما شدد أمير الكويت مخاطبا أعضاء الحكومة الجديدة على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ومحاربة الفساد والمحسوبية وترسيخ العدل، داعيا إلى تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية وتنفيذ المشاريع التنموية في البلاد بشكل أسرع. وكان مرسوم أميري صدر اليوم بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم، وهي الحكومة الأولى في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، تضم 13 وزيرا أبرزهم الشيخ فهد يوسف الصباح نائبا لرئيس الحكومة وزيرا للدفاع والداخلية، الدكتور عماد محمد العتيقي نائبا لرئيس الحكومة وزيرا للنفط، وعبدالله اليحيى وزيرا للخارجية. من الكويت ينضم إلينا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الدكتور سعد بن طفل العجمي. دكتور سعد حياك الله معي في نشرة الرابعة. أقول لكم أول شيء مبروك على تشكيل الحكومة الجديدة في الكويت، لكن هل كانت نتيجة ولادة سهلة أم متعسرة؟ أحييكم ومشاهديك أستاذ خالد. الحقيقة هي استغرقت أسبوعين لسمو رئيس الوزراء لكي يشكل هذه الحكومة، وهناك ملاحظات شكلية وملاحظات جوهرية على هذه الحكومة. الشكلية هي أنها برأيي لا زالت حكومة خديجة، خديجة بمعنى أنها ولدت قبل أن يكتمل نموها. ليش؟ لأنها 13 وزير، وغالبا أنت تريد 16 وزير من أجل التوازن داخل مجلس الأمة. ثانيا أنها أتت بدون نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء. ثالثا ثلاث حقائب لا زالت بالتكليف. رابعا، وهذه ربما من الشكليات كما ذكرت، لأول مرة منذ تشكيل الوزارة ليس بها وزير من ذرية مبارك آل صباح. خامسا، لأول مرة وربما هذا مؤشر جيد يعني مزيد من الشعبية الوزارة، أن يكون هناك وزير الخارجية ليس من أسرة آل الصباح الكرام. الشكلية الأخيرة هي أنها خرجت من المحاصصة التقليدية، وربما هذا إيجابية، بمعنى المحاصصة التقليدية لقبيلة معينة وطائفة معينة عدد معين كذا، هكذا يكون الانطباع في معظم الحكومات السابقة التي سبقتها. هذا شكليا. جوهريا الحكومة حكومة تكنوقراط، يعني الذين فيها هم أناس بسجلات يعني مهنية رائعة. هل تستطيع أن توائم المجلس بتركيبته، ليس بتركيبة أشخاص وإنما بتركيبته نتيجة لاستمرار هذا الدستور كما هو عليه منذ 60 عام؟ نحن نعرف أن في الدستور الحالي أي نائب واحد يمكن أن يربك وزارة كاملة بإعلانه استجوابها واستجواب وزير آخر وإعادة استجواب ذلك الوزير، ربما لأنه مثل ما حصل في آخر استجواب الوزير لم يستقبل النائب لأنه لم يكن لديه موعد فراح يستجوبه. أنا أعتقد بأنها ستواجه مطبات كثيرة، التكنوقراط والساسة لا يلتقيان مهما امتدى برأي متواضع. الملاحظ في ردود الفعل أنه كان هناك ترحيب شعبي كبير بالشيخ محمد الصباح وبالحكومة ولادتها ورئاسته أيضا لها وببعض الأسماء، يعني وتعويل كبير يعني على ما يمكن أن تنجزه في ظل كذلك خطاب أمير الكويت الجديد. لكن في المقابل كان هناك تصريحات لبعض النواب يعني من البرلمان الكويتي فيها بعض التلميح إلى ربما، ما أدري كيف أسميه، لكن ربما عدم التعاون في التعامل مع الحكومة في المستقبل. هل ذلك أولا يعني دستوريا هو أمر ممكن يحق لهم التصريح بهذا الشكل؟ ثم هل يعني ذلك أننا نحن أمام أزمة جديدة قديمة يعني في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ دعني أؤكد ما تفضلت به في بداية يعني سؤالك، وهو أن هناك فعلا يعني شبه إجماع على الشيخ الدكتور محمد صباح السالم لكفاءته وسيرته وطبيعته وسلوكه وخلافه. يعني هو حاكم ابن حاكم ابن حاكم، وبالتالي هو أتى من بيت الحكم ناهيك عن أنه خريج هارفارد ولديه سجل يعني حافل بالعمل السياسي والدبلوماسي في دولة الكويت. هذه ما يختلف عليها اثنين. هذه الشعبية مشكلتها بأنها
تبدأ بالتلاشي مع أن تصبح في المنصب، بمعنى النجومية هي في المعارضة وليست في السلطة. ما أن تصبح بالسلطة حتى تصير العين عليك أنت وأنت معارض تمام، لأنك يعني مثل ما يقولون ظهرك على البراد يعني، وتقول ما تشاء والناس يقولون عنك ما تشاء. هنا يكون الاختبار الحقيقي الحقيقة للدكتور محمد، اللي أتمنى له التوفيق، وأنا متأكد بأن أمامه يعني كثير من المطبات السياسية المنظورة وعلى المدى البعيد. أما ما تفضلت به بأن هناك في الناس في بلد مثل الكويت أن الناس تبيها الوزير ما تبيها الوزير، تمنى الوزير بالسوشيال ميديا كذا، هذا شيء طبيعي داخل الكويت ودواوين الكويت. لكن الغير طبيعي والمخجل والمعيب برأيي دستوريا هو أن يتدخل أعضاء مجلس الأمة قبل تشكيل الحكومة، بمعنى أنه يطلع نائب ما يبيها الوزير، ولا لا تحط الوزير فلاني ولا حط الوزير فلاني، لأن في ذلك تعد على السلطة، على تداخل السلطات وعلى مبدأ فصل السلطات المادة 50 من الدستور، بل وعلى حتى صلاحيات سمو الأمير الذي كلف الدكتور محمد صباح السالم بتشكيل الحكومة ولم يكلف أي من هؤلاء النواب. أنت كنائب عليك أن تنتظر تتشكل الحكومة، تمارس صلاحياتك سورية بمحاسبة أولئك الوزراء حسب يعني ما يؤدونه في مهنتهم كوزراء. أما غير ذلك فعليك أن تصمت إلى أن تتشكل وزارة إذا كنت نائبا فعلا مقرا بقسمك وتحترم قسمك الذي يقصده أمام الكويتي وأمام الأمين. تسمح لي دكتور سعد، رئيس الحكومة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم أكد بأن المسؤولية على حكومته كبيرة في ظل ما تمره البلاد من التحديات والتطلعات، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل تحقيق تطلعات الكويتيين. دكتور، أنت سياسي معروف كويتي، يعني وزير سابق، عصرت الكثير من التحولات السياسية وكل الحكومات السابقة والشد والجذب مع السلطات والمجلس، وكيف تعطل العمل التنموي في الكويت والتحديات اللي تواجه اليوم الكويت يعني على كل المستويات، أمنية وسياسية واقتصادية. ما هي توقعاتك لهذه الحكومة؟ هل ستستمر؟ أنا قلت لك بأن النجومية في المعارضة، وأنا أتمنى للدكتور محمد كل خير وتوفيق. هل ستستمر أم لا تستمر؟ هل تسمعني؟ أسمعك دكتور، معك أسمعك. جماعة بلغوني أسمعوا دكتور. أسمعك طيب. أريد فقط أن أشير إلى آخر التصريحات لرئيس الحكومة الكويتي الذي قال بأنه يجب أن المسؤولية على حكومته كبيرة في ظل ما تمر به البلاد من تحديات وتطلعات. كذلك أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من العمل الجاد والإنجاز الحقيقي من أجل تحقيق تطلعات الكويتيين. دكتور سعد، تسمعني الآن؟ نعم. حكومة جديدة ستستمر أم ستكون مؤقتة، أم سنعود إلى نفس المربع من التصادم وبالتالي تعطيل كل يعني ما يهم الكويتيين؟ كم تمنيت ألا تسألني هذا السؤال، لكن أنا أعتقد بأن يعني من حق المشاهد الكريم أن أقول رأيي المتواضع. يعني لا أعتقد بأن العقبات أو العرقلات أو عدم القدرة على النجاح، لن أقول الفشل، لحكومة الدكتور محمد صباح السالم سيكون سببها عدم أدائه نفسه أو حكومته، وإنما سيكون هناك عراقيل خارج البرلمان وخارج تشكيلة الحكومة. وبالتالي أنا متفائل بحذر وأسير على حبل مشدود، وما بين يعني شوف، ما بين التفاؤل والرومانسية شعرة، وما بين التشاؤم والواقعية أيضا شعرة. أريد أن أمزج ما بين الواقعية وما بين التفاؤل وأقول يعني لننتظر، والأيام ربما تجيب على تساؤل. شكرا جزيلا لك من الكويت، وزير الإعلام الكويتي الأسبق الدكتور سعد بن طفل العجمي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.